ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ مين موجود على البيج دلوقتي؟ انا بحاول اشغل الانستجرام برضو مع الفيسبوك بيج، فانا بس مستنيه الناس تيجي، يا اما اشتغل واللي يجي متاخر ممكن يتابع عادي. يعني في حد دخل؟ مين؟ اوكي، مبدئيا انا في حاجات جبتها قريب، و انا اشتريت التول ديت، حلوة قوي دي، اللي بيحاول يعمل اشكال للفوندنت الفيس او الكلام ده، فدي حلوة ممتازة لانها كمان حجمها صغير. انا كنت جايبة قبل كده الكبير بتاعها، بس كبير قوي يعني، ما بصراحة ما استفدتش من الكبير، الصغير احسن. انا معلش شغاله بس الفيسبوك ومشغله الانستجرام في نفس الوقت. فالصغير ده حلو قوي للفيسز او للجسم، الكبير صعب شويه، حاسه لو محتاجه اعمل حاجه حجمها كبير. وجبت برضو السموذر عشان اعمل بيها الشارب ايدج من جروب كيك تولز زوم، هحط لكم اللينك بتاعه، عنده حاجات حلوة وموجود في جدة عشان الناس اللي موجودة في جدة ومحتاجة ان هي تشتغل. انا هستعمل النهاردة دي، في ناس دخلت اهي، انا دي هستعملها النهاردة، دي طول هفردها على الفوندنت هتديني اشكال، هوريها لكم، هفتحها هوريها لكم دلوقتي، وهوريكم برضو القوالب السيليكون ازاي ان انا استخدمها. هي استخدامها سهل للناس اللي مش عايزه تعمل اشكال بايديها، وفي للورد. دي حاجه لطيفه قوي يا جماعه، انا بعملها بس اكتشفت انا بعملها ليه مؤخرا، هوريكم دلوقتي. انا بجمع الحاجات دي من لعب الولاد. ممكن برضو اعمل بيها اشكال تعبيها من جوه، بس تحط فيها نشا الاول عشان ما تلزقش، او سكر بودرة، وبعد كده بعبيها الفوندنت هيطلع لكم الشكل ده. فممكن حاجات زي كده تجمعوها، انا مجمعاها بس شكلها عجبني وصغيرة. والرولال ديت كانت جاية برضو مع البليدو بتاع الولاد، خدتها اكيد هستخدمها. يعني الكلام ده كنت مجمعه من زمان، دي برضو كنت جايباها زمان قبل ما ابتدي استخدم الرولينج بان بتاع ويلتون، كنت جايبه دي، فكانت صعبه شويه في الاستعمال، بس دي اظرف كتير. انا هرجع اشتغل على الفيسبوك بيج عشان هستخدم ايديا، فمش عارف امسك التليفون. الفيسبوك بيج موجودة على الانفورميشن بتاعتي فوق، ادخلوا عليها وتابعوني. انا رجعت لكم تاني، هبتدي اشتغل. وعليكم السلام، ازيك يا رشا؟ انا جهزت عندي 3 الوان فوندنت، عايزة الأبيض واللايت بينك واللايت بلو، عاملة لون سماوي فاتح، يعني كل الدرجات فاتحة. الرولينج بين بتاعت ويلتون، عجين اللي هو ايه؟ مش فاهمة، معلش يا رشا، العجين ده اللي هو ايه؟ آه،
لما استعمل الفوندنت لازم ادخلها في الكيس اطلع منه الهواء كويس واقفلها عشان ما تنشف بسرعه جدا. المعجنات ممكن تنفع عادي عشان المعجنات تنفع عادي المعجنات ما فيهاش مشكله عادي. هي ميزتها ان هي ما بيلزقش فيها حاجه وعلشان ما فيهاش اي خطوط او حاجات من الاطراف مش بتعمل اشكال في الفوندنت وده المطلوب بالنسبه لنا احنا. انا بس بطري العجينه شويه وهفردها دلوقتي. انا هعمل كيك توبر سوري فوندنت توبر للكب كيك، فانا محتاجه سمك معين ما يبقاش تخين. ده تقريبا السمك بتاعه وهقطع دوائر عشان تتحط فوق الكب كيك. اخد بالي ان لازم الدايره تبقى قد الكب كيك بالظبط، ما تبقاش اصغر ولا اكبر. جهزت 2 دلوقتي من اللون ده. ارجع اقفل الكيس كويس. التول دي جايباها برضو من ويلتون، في هي مشرشره من الاطراف، الجزء ده ارفع او اعمق شويه من دي. هبتدي اعمل هنا، لو الصوت بيقطع او الصوره مش واضحه قولولي. انا بقرب لكم شويه. هحاول ان انا اعمل اشكال هاجي بس في الاجزاء او الحتت يعني بس اعملها لكم كده. معلش انا بظبط عشان تبقوا شايفين معايا كويس. اوكي اجي بس في الفراغات دي احاول ان انا اعمل زي دايرة كده. ازيك يا ام ادم، نورتوني يا جماعة في الصفحة. انا اشتغلت فترة على الفيسبوك اكاونت بس الافضل ان انا خليني هنا. انا عملت دلوقتي زي خرم. انا الناس اللي لسه داخله، انا عملت بالطول دي قسمت كده ورجعت عملت في الاجزاء في الفواصل بالظبط كده، دخلتها جوه. هبتدي احط يعني مش نقطه ميه، اقل من نقطه الميه كمان في الاماكن اللي انا عملت لها فراغات. حاجة بسيطة عشان بس ايه، ما الفوندنت او عجينة السكر اللي مش فاهم حاجة في الكلام معلش قولولي يا جماعة. انا اسفة لو انا بقول حاجات فيها مصطلحات شوية بس هي بحكم المهنية.
الفوندنت او عجينة السكر او الفوندان لو حط عليه سكر زيادة، سوري، مية زيادة، هيبتدي ان هو يعجن معاكي ويسيح. انا ال دي ال edible decoration سكر، في منه الوان وريتهولكوا قبل كده، انا هستخدم منه الابيض. واضغط بس عليها ضغطة خفيفة. الصورة تمام يا جماعة؟ اللي متابعني الصورة اوكي ولا في مشكلة في النت؟ اللي مش هيقدر يشتري الطول اللي انا عملت بيها النقط دي مفيش مشكلة، هتجيبي سكينة الاكل المشرشرة، سكينة الاكل العادية. هنفترض ان هي او في مسطره، بصوا المسطره دي الاطراف بتاعتها عامله ازاي. هتقفوا برضو تعملوا كده عادي، نفس الموضوع الناحيه التانية، او سكينه الاكل اللي هي اللي عامله كده مش الحاميه، يا دوب تضغطوا حاجه بسيطه، وباي فرشه الوان او اي حاجه ليها ظهر مدبب كده هنعمل الاخرام ديت. وتحطي اي لون عندك من دي، اشتريها، دي رخيصه جدا، موجوده في السوبر ماركت يا جماعه، الحاجات دي في السوبر ماركت، لو مش هتروحوا محلات الحلويات دي في السوبر ماركت. انا روحت وصورت لكم حاجات قبل كده ونزلتها. اوكي دي اول واحده، انا نسيت اجيب الحاجه اللي هحط عليها اللي هخلص، مش مشكله هنتصرف، جيش قالك اتصرف. اوكي اخد بالي بس انها بتبقى طريه شويه. دي اول واحده هحطها على الكب كيك، خليها هنا على جنب. دي رقم 2، انا قلت لكم جايبه لكم حاجه يعني هوريها لكم كاختصارا للوقت ولطيفه بتعمل شكل حلو. التول دي بتتحط على الفوندنت وبزقها كده، بتيجي معاها ده شكل ودول شكلين تانيين، هتدي شكل حلو على الفوندنت وتوفر لكم وقت في الديكور والتزيين. برضو اللي ما عندوش مش مشكلة، هقول لكم تعملوا ايه. انا هدوس ضغطة خفيفة حاول بس اتأكد ان هي عملت الإفكت بتاعها. اوكي طبعا هي وسعت مني شويه، مش مشكله، هلمها من الجنب او ممكن عادي. بصوا هنعمل كده، وبنفس القطعه اللي انا قطعت بيها هرجع اقطع الدايره بتاعتي واشيل الزياده. خلاص هخلي دي بس على جنب دلوقتي. الطول دي انا كنت جايباها على فكرة من محل عادي، مش محل ادوات الحلويات. انا جبت قوالب سيليكون هوريها لكم. دي فيها اشكال ورد، الناس اللي ما بتعرفش تعمل ورد تجيبها، برضو رخيصه ما فيهاش مشكله. انا بس نشا هعبيها نشا، اشوف مثلا انا عايزه انهي شكل. اوكي هاخد دي وهاخد قطعه صغيره، هضغط عليها كويس عشان اتاكد ان هي ماليه الفراغات، مش مثلا طلع لي جزء. ابتدي ازق الزياده لبره،
تقريبا انا اخدت الزيادة كلها خلاص. اوكي ضغطت كويس عشان الاشكال بتاعة الورد دي تطلع. هقلبها على وشها وازقها بس عشان تطلع لي. بالراحة قوي طلعت لي ايه، شكل وردة بلدي، مش بلدي قوي، ربع بلدي. هحطها شوية مية بسيطة اتاكد ان انا بحط لها نشا كويس. اللي ما عندوش الطول اللي انا قلت لكم عليها عندي دي، سهلة قوي ان انت تجيبي الحاجات اللي كنا بنعمل بيها البايبنج. هوريها لكم. دي الاقماع ديت، ممكن ان انتي على الفوندنت تبتدي تعملي اشكال بالظهر وترجعي تعملي بالوش اللي هو اضيق شوية، هيطلع لكم برضو اشكال. يعني نفكر في اي حاجة ممكن نقدر ان احنا نخلص بيها. انا هحاول ادي شوية لون للورد. عايزة بس فرشة رفيعة شوية. دي رقمها 00. الالوان دي مركزه قوي، دي انا جايباها من مصر، من نجوان، من كيك سبلاير اعتقد، مش عارفه الاسم قلت غلط. لا بس انا حاطه لكم اللينك عندي في ال، انا بس عايزه ادي افكت كده يديني يعني شكل شويه طبيعي. انا باخد من اللي في الغطا لان هو تقيل قوي. ما حطيتش كتير بس تاتش خفيف كده.
المرحلة دي الفوندوت بيبقى طري جدا، فاخد بالي منه. بسيبه قبلها بيوم ينشف. ده السمك اللي انا محتاجاه. على طول الزيادة يتشال في كيس، افرغ منه الهواء واسيبه. اوكي، هنبتدي اشتغل على اللون الابيض. عايزين نعمل فيونكاية كده صغنونية، نعملها بينك مثلا. عندي برضو السيليكون التاني. في اشكال فيونكات هنا برضو هحط عليها النشا. انا احب اشتغل بايدي، بس لو اشتغلت بايدي انا هاخد وقت. في نفس الوقت عايزة الناس تسهل الموضوع لنفسها وما تقعدش تاخد وقت كتير، ويبقى الموضوع زي القص واللزق. بس انا شغل الايد يعني بصراحة بستمتع بيه اكتر، هو بياخد وقت بس انا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة، بحبه يعني. احاول ان انا الم الاطراف اللي طالعلي بره ادخلها جوه عشان تديني الشكل مظبوط، ما يبقاش طالع متعرج او فيه مشكلة. برضو هقلبها. اوكي، فيها شوية نشا عادي، فرشة ناشفة. هلزقها هنا. عايزة بس قبل ما الزقها اعمل شريطة رفيعة. يعني حاجة كده بس رفيعة، هفردها بس ابططها شوية.
انا بحاول اعملها مجسمة شوية. ده الابيض هو مش هيظهر لكم قوي، بس هيدي زي لون خفيف كده. طب خليني عشان انتوا تعرفوا تشوفوا معايا اختار لكم لون تاني. انا عندي جليتر، كل ده ايدبل يا جماعة، كل ده يعني حاجات قابلة للاكل مش من المكتبة. يعني انا ممكن دلوقتي ان انا هحط مية خفيف قوي برضو، انا بمسح الفرشة على قد ما اقدر، وهعمل حواليه. ممكن بالفرشة يعني باخد حبة صغيرين من قريب، شكله تحفة. هقرب لكم ليها دلوقتي الكاميرا تشوفوها. لو انا شايفة ان في اماكن ما عرفتش اجيب فيها اقرب بقى الريشة ليها. اوكي حلو قوي كده. شايفين؟ هاخد بالي لو في حاجة تشدد يعني ألمها على طول. انا بمسح الجليتر لانه ممكن يلزق لي في اي شغل تاني انا بعمله. محتاجة أعمل أكتر من واحدة. اللي عنده أسئلة يكتبها لي وأنا هرد عليها أول ما أخلص. اللي عنده طلبات للأسبوع الجاي برضو يقولها لي.
ده لبيبي شاور يا جماعة، عشان كده انا يعني عاملة البينك والازرق او اللبني، عشان ده البيبي شاور. معلش ثواني انا بطلع حاجة، في ناس بتبعتلي بس على الفيس. انا مش عارفه الناس بقى تاني بتقولي ان هما مش يعني مش لاقيني، انا مش عارفه ايه المشكله بصراحه. خليني اعمل شير تاني على الفيسبوك. اوكي انا هعمل اللون البينك دلوقتي. انا بس بليت الجزء اللي في النص. بس اضغط على الحبيبات دي بس شوية علشان اتأكد ان هي لزقت.
برضو هعمل زي شريط خفيف كده، بس احطه على الجنب. انا ايدي ابتدت يلزق فيها، احط الهنيشة برضو. انا مش عارفه، حاسه دي مش حلوه عليها، خليني اعمل حاجه تانية. هقصها عشان بس هي طويلة، مش هعرف اتعامل معاها. هعملها على اجزاء. كأني بكربجها. اهلا يا مروة، سي حبيبتي. ده ممكن ينفع لبيبي، دول معمولين لبيبي شاور يا جماعة. حد لسه مش عارف بنت او ولد، ف عاملين الكب كيك دول. ممكن مع تغيير بسيط ينفع لمناسبة الفرح، لعيد ميلاد بنوتة برنسس. وانتي كمان يا مروة، يعني انا متشكرة للبنات وكل الناس اللي بعتولي انبوكس بيطمنوا عليا عشان ما طلعتش الاسبوع اللي فات.
ميرسي قوي ليكم بجد يعني، والله يعني حسيت ان انا مهمة عند حد. شكرا يا حبيبة. بس انا فعلا كنت تعبانة الاسبوع اللي فات جدا، وحاولت والله اضغط على نفسي ان انا اطلع لكم بس ما قدرتش. يعني كان هيبقى صعب قوي عليا ان انا اطلع لايف اشتغل وانا في ال يعني كنت مرهقة جدا، وبقالي كذا يوم يعني بعمل حاجات معينة في البيت والاولاد والمدارس والمذاكرة، ففضلت ان انا ارتاح علشان ما اطلعش اعمل حاجة ما يعني مش من مقامكم. فشكرا لكل الناس اللي بعتت لي تطمن عليا. الصورة بتقطع ولا تمام؟ انا بحط مية خفيفة علشان ما الحاجة تلزق، وفي نفس الوقت الحاجة ما تبقاش معجنة. مية خفيفة قوي، ابتدي ألزق الاشكال اللي انا بحطها. وعايزة ارجع ازود السكر او اللولي دوت اللي في النص، لان انا حاسة قليل قوي شكله خفيف. انا بس بتني الاطراف دي على بعض وخلاص كده. هخلص واوريكم شكله من قريب، لان هو من بعيد مش واضح. الناس اللي لسه داخله هوريها الاشكال برضو من قريب اللي عملناها في الاول. برضو تنفع لعيد ميلاد بيبي عنده سنة لسه صغير، ما عندوش ميول يعني لا كرتون ولا حاجة، لسه أبيض. أنا هحتاج أحط هنا شوية لولي تاني أو فصوص. بس بوزعهم احاول بس ان انا ازقهم بس شوية. ممكن ارش عليهم شوية جليتر من فوق يبقى لطيف برضو الابيض. مش هحتاج ان انا ادهن مية لان هو اوريدي انا دهنه بالفرشه.
هعمل اخر واحدة. ممكن نعمل حاجة فيها حاجة شبه الورد البلدي بس على طريقة بسيطة قوي بالإيد. أنا بحاول إن أنا أعمل زي شكل مستطيل شوية، حاول بس أرفعه على قد ما أقدر بإيدي، وإيدي بتلزق. يعني تقريبا كده اوكي. هاخد الطرف ده بس عشان تبقوا مركزين معايا. اوكي، هاخد الطرف ده هبتدي ان انا اتنيه لجوه، واحاول ان انا اكمل لف. اوكي، انا عايزة حاجة صغيرة مش عايزة حاجة كبيرة. هقطع هعمل كده برضو مع اللون الابيض. العبوا في الالوان بقى براحتكم يا جماعة. انا بعرض من حتة وبضيق من حتة عشان يعني يبقى فيه اختلاف في المقاس بتاع الوردة، لان الوردة من بره اكبر طبعا. ارجع تاني برضو الف كده من جوه. برفع جزء وبعرض الجزء التاني. بس احاول اخليها رفيعة على قد ما اقدر علشان لما تلف ما تبقاش تخينة.
انا بس بضغط عليها ضغطة خفيفة عشان اضمن ان هي لزقت. برضو هعمل بس شريطة كده رفيعة طويلة. دول اللي انا عملتهم النهاردة. حضر الفيديو متأخر يجي يعيده من الاول، هيفضل موجود.
ده كب كيك توبر يتحط فوق الكب كيك، نحط تحت تحت الفوندوت هنحط جناش او كريم شانتيه او نوتيلا او اي حاجة. ينفع بيبي شاور، ينفع عيد ميلاد، ينفع سنة أولى عيد ميلاد لحد. صورها لكم وانزلها لكم ان شاء الله. اللي عنده أسئلة يبعتها لي وانا هبقى ارد عليها بعد كده. وانا كده خلصت، كانت معاكم دينا دربالة من دوجي سويتي كيك. باي باي.